اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم المحلل التقني جوزيف ظهري ومدرب معتمد في هذه الشركة. بجلسة اليوم وبجلسة بعد الظهر مثل ما تعودتوا علينا رح تكون جلسة تعليمية، رح نشرح فيها بعض استراتيجيات والمؤشرات اللي ممكن نستعملها في التداول بشكل يومي اذا بدكم او للمضاربة. طبعا معظم الاشخاص بيفكروا انه كل ما نتقدم بالتحليل التقني بيعتبروا انه ممكن تكون اذا بدكم الامور اسهل لهم بالتداول او اذا بدكم ايجابية بعض الشيء، ولكن انا اللي بقول لكم اياه انه مش بالضرورة كل ما تعقدوا التحليل او تروحوا بتحليل واستراتيجيات متقدمه جدا لازم تاخذوا نتيجه منها. اللي بقول لكم اياه على طول بسوق الفوركس او باسواق الماليه بشكل عام، على طول بسطوا الرسوم البيانيه، بسطوا التحاليل كرمال تقدروا تسهلوا الامور على حالكم. اليوم بدي اشرح لكم قديش قوه الجابانيز كاندلستيكس او الشموع اليابانيه بالتداول اليومي اللي ممكن نشهده. طبعا اليوم في البدايه بدي بلش اذا بدكم بالشموع اليابانيه اللي هي بتقول، خلينا نقول على المورنينج ستار والايفنينج ستار، او الشموع اليابانيه اللي هي بتعطيني اشارات خلينا نقول واضحه من وراء الكاندلستيكس او فريق الدببة والثيران اللي ممكن يعطيني اشارات خلينا نقول بعض الشيء جيده جدا لدخولنا بالاستثمارات المميزه. طبعا الدوجيز او الشموع اليابانيه على طول بيكون مسيطر عليها فريق من الفريقين، يا اما فريق الدبب يا اما فريق الثيران، ومن الواضح انه هون الشموع السود هنا فريق يعني يمثل فريق الدبب او الانخفاض بالاتجاه السعري طبعا، اما الاتجاه الصاعد اللي هو باللون الابيض. الدوجي او هي الشمعه اللي ما بتدل على ربح فريق من الفريقين لا او السيطره التامه لفريق من الفريقين للشموع اليابانيه، الدوجي اللي عم نشهدها هون على ادنى مستويات السعر وطبعا على اعلى مستوياتها بالايفنينج ستار. تسمى مورنينج ستار لانه هي نجمه اذا بدكم مثل مورنينج تسمى او الصباحيه، يعني بما انه لما تشرق الشمس ترتفع، فبهذه الحاله هون تعتبر المورنينج ستار انه ارتفاع، والايفنينج ستار اللي هي مغيب اذا بدكم الشمس او انخفاض الشمس، فبهذه الحاله هون لما يكون عندي اتجاه عام هابط وواضح انه عم ننخفض باتجاه عام هابط طبعا عم نتوقع او من المورنينج ستار لما تيجي على ادنى مستويات من ورا شمعه تاب على فريق الدبب وسيطره كامله لفريق الدبب مثل الشمعه السوداء اللي هي قبل الدوجي بتدل على طبعا سيطره فريق الدبب، ولما نحصل او نشهد على دوجي من ورا هيك شمعه بتدل على انه المومنتوم او زخم الانخفاض قد اذا بدكم بطئ او بعض الشيء زال، فبهذه الحاله الدوجي بتيجي هون باشاره انعكاسيه وبتعطيني اشاره على انه ممكن ينعكس السوق بالجلسات القادمه او بالشموع اليابانيه القادمه، ولكن مش يعني دغري بتعطيني وقف خساره او خلينا نقول اعرض وقف خساره تحت اخر قال انه ممكن يرجع يلمسوا تلمسوا الشمعه اليابانيه اللي بتيجي من وراء الدوجي. فهيدي الشمعه فقط بتعطيني اشاره انعكاسيه على انه ممكن نرجع نبتدي باتجاه صاعد من وراء شمعه الدوجي. هلا عندي عده امور للدوجي ممكن اشرح لكم اياها بالتفاصيل هلا بالبيكتشرز او بالباوربوينتس القادمه، اللي هي عندي دوجي اي دوجي بي اللي هي بتيجي شمعتين دوجي لتعطيني اشاره انعكاسيه، ولكن هلا عم بشرح لكم الدوجي بشكل او اخر ولكن من وراء شمعه واحده حصلنا عليها، وايضا هم من وراء الارتفاع ايفنينج ستار يعني مغيب الشمس يعني انخفاض اذا بدكم، فهيدي بتيجي الدوجي من وراء شمعة تابعة لفريق الثيران، وطبعا هذه الشمعة بتكون سيطرة تامة لفريق الثيران وبتكون عم تغلق على أعلى مستوياتها، فهيدي بدل على زخم الارتفاع أو سيطرة تامة لفريق الثيران للرسم البياني. وفجأة بتجيني شمعة الدوجي، شمعة الدوجي اللي هي بتعطيني إشارة انعكاسية على أنه السوق أو الزخم أو المومنتوم ابتدى يضعف وممكن نتوقع إشارة انعكاسية واتجاه هابط. فهيدي الدوجي ستارز المورنينج والإيفنينج ستار هن أول شيء حابب أشرح لكم إياهم قبل ما ندخل بتفاصيل أكثر إذا بدكم ونقدر نحدد خلينا نقول سيناريوهات او استراتيجيات تداول ممكن نستفيد منه. لكن هيدا بالنسبه لشموع الدوجي المورنينج والايفنينج ستار. اما بالنسبه للشموع الاخرى او الاستراتيجيات الاخرى، عندي الرايزنج 3 ميثودز. شو يعني الرايزنج 3 ميثودز؟ عندي سيطره تامه لفريق الثيران، ارتفاع واضح لفريق الثيران، شمعه خلينا نقول تابعه لفريق الثيران باللون الابيض. بهذه الحالة هذه الشمعة التابعة لفريق الثيران عطتني تأكيد على أنه الاتجاه اتجاه صاعد، وبالفعل اتجاه صاعد. عندي شيء اسمه 3 soldiers أو rising 3 methods اللي هو بيجي لي إذا بدكم ثلاث شموع تقريبا متوازيين ب خلينا نقول الحجم أو متساويين بالحجم، فبهذه الحالة أول شمعة عندي ثاني شمعة وثالث شمعة، ولكن الأبرز والأفضل فيهم أنه من وراء شمعة واحدة، ركزوا معي، من وراء شمعة واحدة تابعة لفريق الثيران الطريقة التصحيحية لثلاث شموع الأخرى
يلي هن الشموع السود، ما قدروا يخترقوا القاع للشمعة الخضراء أو التابعة لفريق الثيران. فبهذه الحالة يدل السوق على قوة فريق الثيران، إنه شمعة واحدة والقاع تبع الشمعة التابعة لفريق الثيران، انخفاض 3 شموع تابعين لفريق الدبب ما قدروا يخترقوا القاع، هيدا أولاً، أو قاع الشمعة التابعة لفريق الثيران. وأيضاً إذا بدنا نقارنهم مع بعض، مع بعضهم البعض، بنلاحظ إنه شمعة واحدة لفريق الثيران عم بتساوي 3 شموع تابعة لفريق الدبب، فهيدا بيعني سيطرة تامة لفريق الثيران، وهذا بيعني أول ما يتم عندي اختراق، ننتظر اكتيفيشن أو تأكيد، أول ما يتم عندي اختراق القمة تبع شمعة فريق الثيران اللي هي قرب هذه المستويات اللي حطيناها بزيح، طبعا حددنا القمة، بهذه الحالة بندخل بمركز شراء، وطبعا مركز شراء رح يكون واضح جدا، وتأكيد أو كونفرميشن واكتيفيشن للاتجاه الصاعد وزخم الارتفاع. لكن نحن عندنا هون بدل هذا السيناريو على سيطرة فريق الثيران، وعندي ثري سولجر بالاتجاه التصحيحي او اتجاه المضاد للاتجاه العام، والشموع الثلاثة ما قدروا يخترقوا القاع تبع شمعة رقم واحد اللي هي باللون الابيض، فهذا طبعا بيعني على انه اختراق القمة بتعني تأكيد او مركز شراء. هيدي تاني استراتيجية حابب انك تمر عليها. اما تالت استراتيجية اللي هي شمعة الدوجي، ولكن استراتيجية شموع الدوجي لازم نحصل على عدة شموع دوجي. شو يعني عدة شموع دوجي؟ أنا قلت لكم قبل مورنينج ستار والإيفنينج ستار، هي فقط شمعة دوجي واحدة ممكن تجي وإذا بدكم تعطيني إشارة انعكاسية، ولكن الشموع الدوجي انتبهوا عندهم عدة أشكال. إذا بتعملوا سيرش على جوجل لشموع الدوجي، خليني أقول، ممكن تعرفوا أو تشوفوا إنه عندي أكثر من 5 أو 6 أشكال لشموع الدوجي، اللي هي تعتبر إذا بدكم مثل شمعة إذا بدكم الصليب. فبهذه الحالة ما عندي سيطرة تامة لهذه الشمعة، لا من فريق الثيران ولا من فريق الدبب، بتكون المجسم تبعها أو البادي تبعها صغير بعض الشيء، فبهذه الحالة بنقدر نحن ناخذ تأكيد على إنه شمعة دوجي. أول شمعة الدوجي اعطتني تاكيد على انه ممكن يكون عندي اشاره انعكاسيه على فكره استراتيجيه الدوجي على طول، دوجي اي دوجي بي اشاره انعكاسيه، بدكم تحفظوها، اول دوجي ثاني دوجي ومن ثم اشاره انعكاسيه، ما تنغشوا، على طول لازم نحصل على 2 دوجي كرمال ناخذ اشاره انعكاسيه. اول شمعه دوجي اعطتني انه ممكن ريفرسال، مثل ما عم بتشوفوا هون مكتوب ترند ريفرسال او ترند بوسيبل ريفرسال، في شو يعني؟ اتجاه يعني اشاره انعكاسيه، ولكن امكانيه اتجاه معاكس او اشاره انعكاسيه، possible trend change. ولكن هون لما نحصل على دوجي بي او تاني شمعه، بتاكد من ورا ما شفنا دوجي اي ودوجي بي اصبح عندي شمعتين دوجي، فهيدي طبعا اتس ترند ريفرسال، وتاكيد على انه الاتجاه الصاعد لازم يبتدي من ورا اتجاه هابط واضح. والعكس صحيح، اذا كان طبعا اتجاه صاعد وحصلنا على دوجي اي ومن ثم دوجي بي، بتاكد على تغيير اتجاه او اشاره انعكاسيه ممكن نحصل عليها من وراء هول الدوجيز اللي حصلنا عليهم. طبعا الدوجي بتدل على انه السيطره بطلت من فريق الدبب، السيطره اصبح عندي حرب بين فريق الثيران وفريق الدبب، وبهذه الحاله ممكن يصبح عندي تشينج ان ترند او تغيير بالاتجاه العام اللي هو اشاره انعكاسيه. هيدي لتالت باوربوينت. اما بالنسبه لاخر باوربوينت اللي هي للشوتينج ستار، الشوتينج ستار هي من اجمل، قريبه جدا لشمعه المطرقه. معظم الاشخاص والمتداولين بضيعوا بالشوتينج ستار اللي هي هيدي الشمعه اللي هي بيكون عندها اذا بدكم ويك، هيدا الويك اللي هو الشادو اذا بدكم، بيكون ارتفع السعر لمرحله معينه ومن ثم انخفض واغلقت على مستويات واطيه، فهيدي الشمعه بتسجل طبعا، ولكن لازم تكون على القمه، انتبهوا على القمه، يعني من وراء ارتفاع واضح او اتجاه عام صاعد، لازم نحن ننتظر الشوتينج ستار من وراء ما نشهد على الويك او الشادو او شكل هذه الشمعه. بهيدي الحاله ما بنبيع فورا، شو بننتظر؟ ننتظر اولا بول باك، اوكي؟ اول شيء ليكو كيف ماشيين فيها هون، اول شيء بناخذ ريلاتيف شوتينج ستار اللي هي شفنا الشمعه، هيدي رقم واحد. ثاني خطوه ناخذ كونفرميشن كاندل ستيك، شو يعني؟ اشاره حمراء من وراها، ومن ثم ننتظر بول باك. شو يعني ننتظر بول باك؟ يعني اذا بدكم تصحيح، يعني مش فورا بندخل بمركز البيع، رح ننتظر
إشارة انعكاسية وتصحيح وارتفاع ممكن نستعمل فيبوناتشي وننتظر 50% من هذه الشمعة لنرجع ندخل بالأنتري واللي هي تقريبا قرب 50% من الشوتينج ستار، ومن ثم نبتدئ اتجاه الهابط. يعني رقم واحد أول شيء ننتظر أو نشهد على الشوتينج ستار بنشوفها أمامنا للشمعة. ثاني شيء بناخذ كونفرميشن إنه نشوف شمعة تانية حدة باللون الأسود أو الأحمر اللي هي إشارة تأكيد على إنه طبعا عندي possible change in trend أو trend reversal، ومن ثم ننتظر تصحيح موجة تصحيحية بسيطة اللي هي البول باك تو انتري لندخل بمركز بيع، ومن ثم نتجه بالاتجاه الهابط. فبهيدي الحالة عم جرب بوضح لكم أنا إنه الشموع اليابانية هي من أفضل استراتيجيات التداول اللي ممكن تستعملوها، اوكي، او استراتيجيه اسكالبينج. استاذ احمد، هذه هي استراتيجيه اسكالبينج؟ استراتيجيه اسكالبينج هي انك تستعمل الشموع اليابانيه ولكن على فتره زمنيه قصيره. يعني سكالبينج هي طبعا الدخول والخروج بشكل سريع من السوق، هيدي تسمى سكالبينج. وسكالبينج لندخل بشكل سريع ونخرج من السوق بدنا نكون عم نستعمل تايم فريم اللي هي الخمس دقائق او العشر دقائق او الربع ساعه او 30 مينتس التايم فريم. فبهيدي الحاله اذا عم بستعمل هذه الاستراتيجيه، استراتيجية الشموع اليابانية، على تايم فريم أو على رسوم بيانية صغيرة أو قصيرة المدى، فبهذه الحالة هذه هي استراتيجية أسكالبينج، ما في لزوم أنه علمك استراتيجية أخرى. طبعاً استاذ رفيق هلا كنت عم جاوب، طبعا هذا الشرح على تايم فريم، انا بفضل انه يكون تايم فريم 4 ساعات وما فوق، الا اذا في حال بدك تستعملها على استراتيجيه اسكالبينج اللي هي الخروج والدخول بشكل سريع من السوق ومن سوق الفوركس، طبعا تستعملها على تايم فريم صغير. ولكن انا بالنسبه لي الشموع اليابانيه استعمالها يحبذ من ال4 ساعات تايم فريم، ال4 ساعات وما فوق. اذا في حال اخذنا اشاره انعكاسيه على رسم بين ال4 ساعات ممكن ننتظر موجة تصحيحية بسيطة على رسم بيان الساعة أو 30 دقيقة أو 15 دقيقة، ومن ثم ندخل ونتصيد فرصة استثمار. أنا بالنسبة لي في البداية على طول قوموا بتحليل الرسوم البيانية على تايم فريم ضخم، ومن ثم رجعوا انزلوا بالتايم فريم لتوصلوا للتايم فريم اللي أنتم بترتاحوا له ليكون عندكم وقف خسارة قريب. طبعا أنا بتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الجلسة. بدي أكد لكم أنه الشموع اليابانية هي من الاستراتيجيات الأفضل اللي ممكن تستعملوها، ما تنغشوا أنه استعمال موجات إليوت وفيبوناتشي والهارمونيك والأمور المتقدمة والداو جونز ثيوري هن الأفضل، لا، الأمور البسيطة والتحاليل السيمبل، المقاومة، خطوط الدعم المقاومة، المتوسطات المتحركة، الشموع اليابانية أنا برأيي هي الأفضل للتداول. 5% فقط هن اللي بيستعملوا هذه الاستراتيجيات البسيطة، و95% من المتداولين بيستعملوا التحاليل واستراتيجيات المتقدمة. عن هيك بأكد لكم انه عندكم 95% من الاشخاص والمستثمرين بتأدي النتيجة تبعهم تكون سلبية بسوق الفوركس، وبيعتبروا انه سوق الفوركس هو من اصعب الاستثمارات اللي بيقوموا فيها. مش هيك طبعا انا بنصحكم تكونوا من 5% وتستعملوا استراتيجيات بسيطة. انا بتمنى لكم نهار مثمر، بشوفكم بجلسة صباحية نهار الاثنين باسبوع تداول جديد وفي بداية شمعة شهرية جديدة، لأنه اليوم آخر نهار بالشهر، فطبعا رح يكون عندي تقلبات وفولاتيلتي وفرص استثمار مميزة. بتمنى لكم كل التوفيق، بتشكر وجودكم ودعمكم لإلي. إلى اللقاء.